نلحق بسرعه نسد الفجوه ما بين الانتاج المحلي وما بين الاستهلاك. لان حاليا احنا عندنا فجوه بنسدها من خلال الاستيراد، واحنا الحقيقه الاستيراد ده بيكلفنا مبالغ كبيره من الدولارات، وبالتالي طبعا هذه الدولارات اذا كانت وهذه الموارد اذا كانت تستخدم في عمليات اخرى من التنميه واللي بتعود على المواطن زي ما كنا بنقول يبقى افيد، في نفس الوقت الـ يبقى هتوفر لي استيراد، وفي نفس الوقت لما بنقول ان احنا حققنا هذا المشروع في ازمنه قصيره مقارنه بالارقام العالميه اللي هي زي ما كنا بنقول ما بين احنا نفذنا المشروع في حوالي 22 شهر في العالم بيتنفذ في حدود 72 شهر، يعني يعني اقل من سنتين والعالم بيقولوا حوالي 6. المهم من هنا ايه؟ ان احنا بنثبت للعالم كله بانه في مصر في حاجه مختلفه بتحصل، وفي مصر الناس القائمين على هذه الصناعه ناس حرفيين وفنيين شاطرين وعندهم مهارات وعندهم الامكانيات ان هم ينفذوا هذا المشروع في هذا الزمن القياسي. نمره اثنين، وده الحقيقه الاهم، هو انه من خلال تنفيذ هذا المشروع بيتم استثمارات مبالغ كبيره. فالاستثمارات الكبيره دي اللي هتيجي من شركه اني طبعا دي بتسترد تاني من خلال مصر من خلال اعطائها حصتها من الغاز، ولكن اللي انا عايز اقوله الاستثمارات الكبيره دي مش ممكن هتيجي وتتحط في مشروع واحد اللي هو زهر وفي مده قصيره قد تصل فقط من سنتين لثلاث سنوات 12 مليار دولار، الا لو كان المناخ الاستثماري والاقتصادي في هذا البلد مناسب ومشجع، بمعنى استقرار سياسي، استقرار امني، مناخ جيد لوضع هذه الاستثمارات في مشروع واحد في بلد واحده في ثلاث سنوات.